الجولة الإخبارية الثامنة مساء من قناة التاسعة، ورافقكم فيها أنا مجدي هلال، ونبدأها بالعناوين. بعد المتلوي شلل تام في إنتاج الفوسفات بإقليم المظلة بسبب تجدد الاحتجاجات. إلغاء الإضراب العام المقرر تنفيذه بولاية تطاوين يوم غد بعد حصول اتفاق بين اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن شركة بوشماوي والشركة التونسية للأنشطة البترولية. الحصيلة الأولية للأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة في حدود 10 ملايين دينار، والمشاريع في مجال حماية المدن من الفيضانات تدخل حيز الاستغلال قريباً. سعادة أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. توقف اليوم إنتاج الفوسفات بإقليم المظلة، وذلك بعد تعطل الإنتاج في إقليم المتلوي على خلفية اعتصام عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادة العليا، احتجاجا على ما اعتبروه إقصاء من المناظرة التي أعلنتها الشركة يوم 20 سبتمبر الماضي. شلل تام سجل اليوم بإقليم المظلة التابع لشركة فوسفات قفصة، وذلك بمقطعي الجلابية والمزيندة والمغسل عدد 2، بسبب اعتصام ينفذه عدد من طالبي الشغل من أصحاب الشهائد العليا. أقاليم في حالة عطل نتيجة احتجاج أصحاب الشهائد العليا على عدم وعدم تشريكهم في مناظرة أعوان التنفيذ. هذا مناظرة موجهة للاختصاصات المهنية، ولا يمكن أن ترقى أنها تكون موجهة لأصحاب شهادة عليا. يأتي هذا غدا توقف العمل بأكبر مواقع الإنتاج بالحوض المنجمي وهو إقليم المتلوي، حيث يعتصم عدد من المعطلين عن العمل بالمغسل عدد 3 وببعض المقرات الإدارية التابعة لشركة فوسفات قفصة. أصحاب الشهيد المعطلين عن العمل اللي حالياً معتصمين بمراكز الإنتاج في مدينة المتلوي تم وعدهم، تم إسناد وعود في فترات سابقة، واليوم يتم الانقلاب على هذه معناها الوعود. يمكن أني ما فماش معناها منطق استمرارية الدولة، تجي دولة تعطي وعد بعد ذلك تتخلف عن الوعد متاعها. يذكر أنه لم يتعدى مستوى إنتاج الشركة 2.8 مليون طن، في حين كانت التقديرات بإنتاج 5.5 مليون طن. حركة غير مسبوقة من الاحتجاجات والاعتصامات ينفذها عدد من المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا، الذين يعتبرون أنه تم إقصاؤهم من المناظرة التي أعلنتها الشركة يوم 20 سبتمبر المنقضي. يدخل أعوان محطات بيع الوقود بداية من الساعة منتصف الليل من يوم غد الثلاثاء، يدخلون في إضراب عام بيومين. هذا وانعقدت اليوم جلسة تفاوضية بوزارة الشؤون الاجتماعية باءت بالفشل. مطلب أعوان محطات الوقود الوحيد هو صرف الزيادة في الأجور المتفق عليها سابقا بعنوان سنة 2015. ولمزيد تسليط الضوء والحديث أكثر عن هذا الموضوع، ينضم إلينا عبر ربط مباشر مفدنا إلى العاصمة من أمام إحدى محطات التزود بالوقود نزار زغدودي. نزار، لاحظنا بعد الظهر حالات اكتظاظ أمام محطات التزود بالوقود، هل ما يزال الأمر على حاله حيث أنت؟ نعم مكي، بالفعل إذن كما تشاهدون نحن الآن متواجدون بأحد محطات بيع الوقود بالعاصمة. كما تشاهدون قلت هنا طوابير كبيرة من السيارات، اكتظاظ، اختناق مروري، الكل هنا يريد أن يلتحق بمحطات التزود بالوقود. للتزود بالوقود كما قلت إذن تقريبا 4 ساعات تفصلنا عن موعد أو بدء الإضراب المزمع تنفيذه يوم الغد وبعد الغد لأعوان محطات الوقود.
كما قلت إذا مكي وهنو سارت جلسة تفاوضية صباح اليوم ربما لإيقاف هذا الإضراب، لكن المحاولات باءت بالفشل. الجامعة العامة لأصحاب المهن والخدمات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل تقول وأن الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع الوقود لم تستجب للشروط أو لم تمضي على المقترح التعديل لاتفاق الزيادة في الأجور، وبالتالي تم الذهاب إلى تنفيذ الإضراب بيومين الذي تأجل منذ شهر أوت وكذلك شهر سبتمبر. نعم. إضراب أعوان محطات بيع الوقود إذن أعطانا ربما هذه المشاهد، وكنا قبل التحول إلى هنا جلنا في بعض محطات الوقود بمختلف مناطق العاصمة، وتقريبا نفس الصورة التي تشاهدونها الآن تنسحب على مختلف محطات الوقود. كما قلت الكل نعم. يسارع للتزود بالوقود قبل بداية الإضراب. في هذه الجولة التي قمت بها نزار، هل سألتم المزودين أو أصحاب هذه المحطات عن المخزون المتوفر لديهم؟ هل يكفي هذا الطلب الهائل الذي شاهدناه بداية من ظهر اليوم؟ نعم طبعا كان هذا سؤالنا للقائمين على محطات الوقود، وأكدوا لنا أن يعني كميات الوقود موجودة بالكمية اللازمة التي تمكن أصحاب السيارات والعربات من التزود لتفادي نقص يومين كاملين من الإضراب. وربما كما تشاهدون الآن هناك يعني العربة التي وصلت الآن بهذه المحطة لتزويدها بالوقود ومن ثم تزويد السيارات. نشكرك زياد، نشكر مفدنا إلى العاصمة نزار الزغدودي على كل هذه الإيضاحات بسبب إضراب أعوان محطات الوقود الذي يبدأ مباشرة من منتصف الليل لهذه الليلة. جولتنا الإخبارية متواصلة معكم مشاهدينا، تتابعون فيها أيضا. تكاثر الخنازير البرية بالقيروان يهدد حياة الفلاحين ويؤثر سلبا على القطاع الفلاحي. أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي خلال المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أكد أن تونس تحتاج إلى 20 مليار دولار أمريكي على امتداد 5 سنوات للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التشجيع على الاستثمار الخاص داخليا كان أو أجنبيا. 20 مليار دولار هي حاجة تونس للنهوض بالاقتصاد الوطني على مدى 5 سنوات، هذا ما كشفه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، موضحاً أن المالية العمومية لم تعد تكفي لتطوير نسب النمو. المالية العمومية ما عادش نجمو ندزو النمو بالمالية العمومية، ولهذا لازمنا استثمار خاص داخلي وكذلك استثمار خاص أجنبي. إن شاء الله تونس تكون نهار ترجع تكون مستقبل النوع هذايا من شركات العملاقة. وتسعى تونس باحتضانها للمؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم إلى استثمار الاستقرار السياسي والأمني في استقطاب مستثمرين أجانب رغم تأثر المناخ الاستثماري في البلاد بالأزمة الليبية، وفق ما بينه الاستبيان السنوي للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية. 47% عمناول من المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية التونسية تعتبر أن الأزمة الليبية هي عائق من العوائق المهمة للعمل متاعهم. تأثر تاع مناخ الأعمال أثر بدوره على الاستثمار، السياحة، النمو الاقتصادي والموارد الجبائية للدولة. احنا اليوم مشكلتنا مع الناس نسب النمو، عندنا 1.2% وجاي من الاستهلاك. نحب نعمل النمو ايه، لكن جوهر كل هذا هو كيف نحول النمو اللي نحقه جماعيا في إطار منطق تضامني داخلي، كيف نحوله إلى إنجازات جوهرها العدالة الاجتماعية. وتركز تونس بالأساس على جلب الاستثمارات الصناعية خاصة صناعة السيارات والصناعات الفلاحية المتطورة، وهو ما تستعد لتدعيمه خلال ندوة الاستثمار الدولي المرتقبة موفى الشهر القادم.
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية المختصة بتونس العاصمة بالنظر في الجرائم الإرهابية أصدرت أحكاماً تتراوح بين الإعدام وعدم سماع الدعوى في قضية الهجوم الإرهابي على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو. في موضوع آخر، صرح المحامي عبد الناصر العويني أن قاضي التحقيق العسكري قد أصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق أو بالسجن في حق موكله المسؤول عن صحيفة الثورة نيوز على خلفية استدعائه للتحقيق بشأن مقال حول بعض صفقات تمويل للمؤسسة العسكرية. واعتبر العويني أن قاضي التحقيق أقر التهمة على موكله دون المرور بالنيابة العمومية وفق ما يقتضيه القانون، وذلك بأحكام المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة. إلى خبر آخر، حيث تم اليوم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو تم الإعلان عن بعث المرصد العمراني والمعماري في الدول العربية، والذي يهدف إلى المحافظة على التراث العربي وحمايته من الاندثار وإحيائه وتثمينه ليكون محور التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية في آفاق سنة 2030. مهم جدا لأنه سيمكن أولا من عملية جرد مهمة بالنسبة لكل التراث العربي، ثم لما لا يعني الانطلاق من هذا الجرد لتنمية المعارف حوله والتعريف به طبعا للشعوب العربية التي يعني وللأسف لا 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 يعني لا لا تدرك هذه الأهمية بصفة التي يجب، ثم التعريف به لأن هذاك يعني فيه الهوية والذاكرة الوطنية ثم العربية. تم اليوم إلغاء الإضراب العام الجهوي الذي كان مقررا تنفيذه في ولاية تطاوين غدا الثلاثاء، بعد التوصل إلى اتفاق واتخاذ جملة من القرارات تزامنت مع تحركات احتجاجية بساحة الشعب بمركز الولاية. تزامنا مع حالة الاحتقان التي شهدتها ولاية تطاوين بساحة الشعب، تنديدا بما وصفه أهالي الجهة بسياسة التهميش، وساعات قبل الإضراب العام توصلت كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارتي التشغيل والطاقة والاتحاد العام التونسي للشغل إثر جلسة تفاوضية إلى إلغاء الإضراب وإعلان جملة من القرارات. النزاع الشغلي اللي كان محل خلاف في المنطقة غادي بإرجاع 6 نقابيين تم يعني إنهاء عقودهم، وكذلك العديد من القضايا التنموية التي تهم التكوين المهني والتشغيل، تهم التعليم العالي، تهم بعض مؤسسات للتنمية في هذه المنطقة، وتهم أيضا كذلك من العلاقة مع شركات النفط العاملة هناك ومساهمة هذه الشركات المساهمة الاجتماعية في التنمية الاجتماعية في ولاية تطاوين. احترام الأجل معناها التنفيذ، خاصة فيما يتعلق ببعث مركز قطاعي له اختصاص في التكوين في الطاقة معناها خاصة في قطاع النفط والمواد الإنشائية التي تزخر بها الجهة. يأتي الإضراب الملغى رداً على تسريح شركة بوشماوي عدداً من العمال بعد تحملهم مسؤولية نقابية في حظائرها في الصحراء وعدم التزامها بأولوية تشغيل أبناء الجهة، إلى جانب تملص الحكومة من تعهداتها وتلكؤها في بعث المشاريع حسب اتحاد الشغل. الحق النقابي من طرف بوشماوي وغير بوشماوي اللي اصبحت معنا الشركات هذه ولا تمارس ممارسات معنا تصورناها معنا ذهبت مع الماضي القريب. تطاوين في وضعيه حرجه، الحكومات الكل تنصلت من مهامها ومسؤوليتها. بين الصراع مع الشركات البترولية والحكومة من جهة وبين الاتحادين من جهة أخرى، تتواصل معاناة أهالي تطاوين في انتظار أمل قد تبدده المصالح الشخصية. وبالعودة إلى موضوع الاعتداء على منزل وزير الداخلية السابق سيد لطفي بن جدو وصدور الأحكام عن الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية المختصة، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد سفيان السليتي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. سيد السليتي، لو وضحت لنا أكثر تفاصيل هذه الأحكام وهل هي قابلة للطعن؟ شكرا، تحية لكم ولجميع المشاهدين والمشاهدات. تعهدت في يوم الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية في تونس
المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية، القضية المتعلقة بمقتل أعوان اللي كانوا مكثفين بحراسة سيد وزير الداخلية السابق سيد لطفي الشدو. هذه القضية شملت 46 متهم، 10 متهمين بحالة إيقاف، وخمسة متهمين بحالة سراح، وواحد كثير متهم بحالة فرار. الأحكام تراوحت بين الحكم بعدم سماع دعوة والإعدام. الدائرة الجنائية كما قلنا تعهدت بمقتضى قرار إحالة من بيت اتهام من أجل تهم الجرائم الإرهابية وجرائم القتل العام مع خبرة القصد ومحاولة القتل. بالنسبة للأطراف الموقوفين العشرة متهمين بحالة إيقاف، تراوحت الأحكام بين 3 سنوات في حق متهم و10 سنوات لكل واحد متهمين في حق 7 متهمين، وجوز متهمين كانوا موقوفين صدرت في شأنهم أحكام بعدم سماع الدعوة. بالنسبة للمتهمين 5 بحال سراح ظرف في شأنهم أحكام، 4 متهمين كانوا معناها ظرف في شأنهم حكم بعدم سماع الدعوة، ومتهم ذلك ظرف في شأنه حكم غيابي بعدم سماع الدعوة. بالنسبة ل 31 متهم بحال فرار، يعني أصدرت الدائرة الجنائية حكم بالإعدام في حق 31 متهم من أجل جريمة القتل العام مع سابق قتل و 36 سنة لكل واحد متهمين من أجل جرائم إرهابية، كما أصدرت في حق نفس المتهمين حكم بالإعدام من أجل جريمة محاولة القتل، ومنهم أبو عياض اللي حال بحق فرار، وكذلك لقمان أبو تخر وبعض الأطراف الجزائرية الجنسية. وهذا الحكم بطبيعة الحال هو حكم طور ابتدائي، وهو حكم قابل للاستئناف من قبل المتهمين وكذلك من قبل النيابة العمومية. السيد سفيان الصليتي ناطق رسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، نشكرك. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية التقديرات الأولية للأضرار التي لحقت ببعض الطرقات نتيجة الفيضانات الأخيرة هي في حدود 10 ملايين دينار، كما أن هذه الأضرار تعتبر ضئيلة مقارنة بالفيضانات في السنوات الأخيرة، فيما أكدت الوزارة أن دخول عدد من المشاريع في مجال حماية المدن من الفيضانات حيز الاستغلال قريبا سيساهم في تفادي وقوع مزيد من الأضرار خلال الأمطار الغزيرة. 10 ملايين دينار هي كلفة الأضرار التي لحقت بعدد من الطرقات بجهة الساحل وبعض المناطق الداخلية نتيجة الأمطار الطوفانية الأخيرة بحسب التقديرات الأولية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. الساحل لاحظنا أنه في مستير وفي سوسة، في المهدية غمرت مياه لكن مش حاجة كبيرة فمش أضرار. كذلك عنا معناها على مستوى مناطق داخلية بعض المسالك اللي ربما تمست شوية، بعض الطرقات اللي صار فيها أضرار، لكن مقارنتها مثال بسنة 2015 ولا في سنة مثال 2012 هذك أيام الثلج هذاكم معناها تعتبر مش كبيرة برشا. تهاوي البنية التحتية أمام الأمطار الأخيرة نتيجة خلل في الإنجاز أو صفقات مشبوهة، أخبار فندها وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الذي اعتبر أن صمود البنى التحتية أمام الأمطار الغزيرة في وقت وجيز هو دليل على صلابتها. كانت معناها ما ثماش أضرار تتسمى لأنه البنية التحتية خلافا لما يقال أظهرت أنها في صحة جيدة وأعيمة، أقول ليست شبهة فساد ولا حتى أي من هذا القبيل، لأنه تحمل مثل هذه الأمطار الغزيرة في وقت وجيز ووجيز جدا هذا من خاصيات معناها بنية تحتية كبيرة برشا اللي معناش في تونس وما ثماش في كل البلدان متاع العالم. عدد من المشاريع في مجال حماية المدن من الفيضانات ستدخل حيز الاستغلال قريباً، ستساهم حسب وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تفادي الأضرار التي حصلت في الآونة الأخيرة. انطلقنا في مشروع في مدينة الكاف، مشروع في تالا، مشروع آخر يهم حماية مدينة سبيطلة من الفيضانات. عنا مشاريع في معناتها أوشكت على النهاية متاح، على غرار مشروع حماية الرديف من الفيضانات، على غرار معناتها حماية برج العام من الفيضانات. الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الأمطار الأخيرة وإن اعتبرتها سلطة الإشراف أقل مما حصل في السنوات الأخيرة فإنها خلفت استياء شديدا لدى المواطنين الذين تحملوا وزر غياب برنامج واضح المعالم للتوقي من الفيضانات. وفي سياق متصل، قامت كاتبة الدولة ببروكسل رفقة وفد هام من رجال أعمال بلجيكيين بزيارة لوزارة التجهيز للبحث عن فرص استثمار وبناء مشاريع تخص البنية التحتية في تونس الكبرى وبقية الجهات.
أترأس وفدا يضم ما يقارب 15 من رجال أعمال بلجيكيين يهتمون بالسوق التونسية وبالتحديد بمشاريع البنية التحتية وكل ما يتصل بذلك. دعما للاقتصاد التونسي وتعريفا بمناخ الاستثمار وتحفيزا على اختيار تونس وجهة سياحية، نظمت وزارة الشؤون الخارجية بمدينة الحمامات الندوة العامة الأولى للقناصل الشرفيين لتونس بالخارج والقناصل الشرفيين المعتمدين بتونس، إلى جانب هدف معلن وهو تعزيز العلاقات الدبلوماسية. في بادرة هي الأولى، تلاقى القناصل الشرفيون المعتمدون بتونس والقناصل الشرفيون لتونس بالخارج في ندوة عامة لحثهم على تحسين صورة البلاد سياحياً واقتصادياً والتشجيع على الاستثمار عبر التعريف بالندوة الدولية للاستثمار التي ستحتضنها تونس الشهر القادم. دور القناصل الشرفيين عندهم دور مهم فيها هي صورة تونس. صورة تونس هذا البلد الآمن الذي هو مصمم على تحقيق ديمقراطية، حشد أكثر ما يمكن من الدعم الاقتصادي سواء من رجال الأعمال أوساط الأعمال أو من الحكومات اللي هم ممثلين لديها، وكذلك دعم أيضا خاصة في قطاع السياحة. الفيزا الإلكترونية هي أولى الخطوات التي ستتبعها تونس لتسهيل المهام الدبلوماسية في مطلع سنة 2017، تماماً مثل العمل على إعادة رفع حجر السفر إلى تونس من بعض البلدان. مساعي كبيرة وفما جهود الحقيقة بعض البلدان تخلت عليه نهائيا، أنا نعطي مثال إسبانيا الحقيقة، ولكن البقية وقع تخفيف ربما الوطأة في النص عليه، ومنتظر العديد من الوعود أنه نستغناو عليه نهائيا، وبالتالي هو اللي يفسر تقريبا الانتعاشة السياحية اللي عرفناها في المدة الأخيرة. ندوة أولى تأتي في سياق استراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية التي تعتمدها وزارة الشؤون الخارجية دعماً للاقتصاد التونسي، علها تؤتي نتائج في ظل تذبذب المسارين الدبلوماسي والاقتصادي. يعاني سكان منطقة يزرود التابعة للقيروان الجنوبية من تكاثر الخنزير الوحشي الذي يتسبب في إتلاف محاصيلهم الزراعية ويعرض حياتهم إلى خطر مباشر. تكاثر الخنزير البري القادم من الجبال في ولاية القيروان يتسبب في أضرار جسيمة للمنتوجات الفلاحية لسكان المنطقة، ما يؤثر سلباً على الإنتاجية. نور الدين جليتي فلاح أصيل منطقة زرود التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية، ها هو يقوم بجولة في ضيعته الفلاحية لا للاطلاع على صابة منتوجه الفلاحي، بل ليتفقد قيمة الأضرار التي لحقت بمحصوله نتيجة تكاثر الخنزير البري بالجهة. أعطونا رخصة على سلاح ننقذوا به أرواحنا، ما حشنا حتى بشيء لا أكثر ولا أقل. الأخرى ما أنا الرخص اللي قاعد تاخذ فيه ناس في البلاد وفي المدينة اللي ما يعملوا بها حد شيء. الخنزير تسبب في خسائر فادحة ليس في ضيعة نور الدين فقط، بل شمل مختلف الضيعات الفلاحية. فهذا الحيوان الوحشي المضر صار مصدر إزعاج كبير للفلاحين ويعرض حياتهم لخطر مباشر. أضرار ياسر، ضرنا ياسر بالفلفل، الطماطم، الدرع، كل شيء ضرنا فيه. الفلاحون طالبوا بضرورة تدخل السلطات المعنية للتصدي لهذه الآفة بعد جهودهم التي باتت بالفشل من خلال حراسة ضيعاتهم بطرق بدائية. حتى كان عندي جرد مقيرين وورثوا على الشايب، جوهزوا وفكوا، كان كل مرة الواحد يحاحي على روحه طريف، كل مرة يجبد ينوض كرتوشة في الفضاء يهرب هو الأخر. تواش قعد توخ مش نطلع له بعصا. الرخصة الفردية ديما متروحة ونجم نعطيوها في المكان هذاك وين موجود والوين ثم التشكيات، إذا ثم شخص عنده رخصة صيد نجم نعطيوه رخصة لإبادة الخنازير. أزمة تهدد الفلاحة ومنتوجه، على أمل أن يكون منح التراخيص للمتضررين حل لإبادة هذا الحيوان وفق ما يراه المتساكنون. إلى الشأن الدولي، حيث قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية استكمال إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية وتعليق إجرائها في قطاع غزة. من جانبها رفضت حركة حماس في غزة قرار المحكمة واعتبرته باطلاً.
إجراء الانتخابات بالضفة وتعليقها بغزة وذلك بدعوى عدم شرعية المحاكم في القطاع أثار ردود فعل واسعة في ظل أجواء لا تسمح بإجراء الانتخابات ملبدة بسحب كثيفة من التوترات والمشاحنات السياسية وحالة من الاكتئاب الشعبي الفلسطيني وصراع بين سلطة غزة والسلطة الفلسطينية. تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3/118/100 على راحة لعام 2016 بإجراء الانتخابات في كافة الهيئات المحلية في أرجاء الوطن. تعلق الآن في بلجنة الانتخابات ومجلس الوزراء، هناك نصوص في قانون الانتخابات قد تتيح تأجيل الانتخابات لأربع أسابيع أو قد تصدر دعوة للانتخابات من جديد من مجلس الوزراء. قرار المحكمة العليا الفلسطينية يحمل جانباً سياسياً ملموساً ويعمل على تعميق الانقسام داخل البيت الفلسطيني الواحد بحسب تعبير نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق. المحكمة قراراً يعزز الانقسام ويخدم الاحتلال الإسرائيلي وفيه استهتار لقطاع غزة وهروباً من الاستحقاق الانتخابي وضرباً للعملية الديمقراطية. ادعاءات فتح بشأن المصالحة ما هي إلا تضليل سياسي لتغطية على مواقفها السياسية الهابطة والتي عكستها تعزية محمود عباس للإسرائيليين حسب تعبير البعض. ما ترك لنا غير العذاب اللي أسرى كل يوم بيعانوه، ما ترك غير المعاناة اللي بيعانوها أهلنا في الضفة من كل يوم، يعني من اعتقال، من تخريب ممتلكات. كان على فتح تشاور مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل إزالة العقبات بينها وبين حماس قبل الذهاب إلى الانتخابات، فطموح المواطن الفلسطيني لا يتمثل فقط في ممارسة حقوقه الديمقراطية إنما أيضاً في إنهاء الانقسام. والآن مشاهدينا نمضي إلى جولة سريعة في أبرز الأخبار العالمية. فجر شخصان نفسيهما في منطقتين بغالبية شيعية في العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين. شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية سلسلة غارات على مواقع لمسلحي الحوثي وصالح في مناطق متفرقة في اليمن. أكدت جبهة فتح الشام مقتل أبو فرج المصري القيادي بجبهة النصرة سابقاً إثر استهدافه بصاروخين من طائرة دون طيار في إدلب بسوريا. أعلن مجلس الوزراء السعودي في بيان له أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي ويضعف الحصانة السيادية للدول بما فيها أمريكا. قبل أن نمضي إلى أخبار الرياضة، مشاهدين إليكم هذا الخبر العاجل الذي ورد منذ قليل، إذ أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن العثور وعثور السلطات في العمانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في اليمن على المواطنة التونسية الفرنسية أو الفرنسية من أصل تونسي نوران حواس التي كانت معتقلة هناك في اليمن وقد كانت تقوم أو تؤدي وظيفة في الأعمال الإنسانية في اليمن. هذا العنوان الأساسي لهذا الخبر العاجل، ربما تتوفر تفاصيل أوفى فيما بعد. التفصيل الأخرى وأنه تم جلب نوران حواس إلى عمان، إلى سلطنة عمان، وهي في مكان آمن هناك تمهيدا لعودتها إلى الوجهة التي تختار. نمضي الآن إلى الرياضة الوطنية ودوليا أيضا مع بشير القروي. تفضل بشير. مساء الخير مكي، طب أوقاتكم مشاهدينا ومرحبا بكم إلى آخر المستجدات الرياضية لهذا اليوم. حقق لاعب التنس التونسي مالك الجزيري تقدما ب5 مراتب في التصنيف الدوري لمحترف التنس الصادر اليوم، ليصبح في المرتبة 50 عالميا، وهو أفضل مركز يحققه الجزيري خلال مسيرته الرياضية بعد أن احتل المركز 53. ويستهل الجزيري غدا مشواره في بطولة بكين الصينية بمواجهة الأرجنتيني غيدو بيلا المصنف 57 عالميا.
إلى موضوع آخر الآن، حيث عقد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم أونغي كاسبر جاك صباح اليوم ندوة صحفية خاصة بمباراة الجولة الافتتاحية من تصفية مونديال روسيا 2018، والتي سيستقبل فيها المنتخب التونسي نظيره الغيني يوم الأحد 9 من شهر أكتوبر بداية من الساعة 6 مساء على أرضية ملعب مصفى بن جنات بالمنستير. وأكد كاسبر جاك أن المنتخب وبعد ضمانه التأهل إلى كأس أمم إفريقيا الجابون 2017 سيسعى إلى التأهل إلى كأس العالم، خاصة أن الفوز في المباريات التي تجرى بتونس هو عامل إيجابي سيساهم في إيصال المنتخب إلى المونديال بعد طول غياب. يذكر أن عناصرنا الوطنية خاضت عشية اليوم أول حصة تدريبية بالملعب الأولمبي بسوسة. بعد التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2017، اليوم نحن أمام تحد جديد. بلوغ المونديال هدفنا، ونتيجة المباراة الأولى ضد غينيا مهمة لبقية المشوار. اخترنا المجموعة المناسبة والجاهزة في الفترة الأخيرة، حظوظنا وافرة لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا وأمام جمهوري. كأس العالم مش كل يوم يجيب، أنا برشا غايبين على كأس العالم، هذه فرصة لنا احنا وفرصة للجنراسيون، هذه في معنى البول صحيح ماهيش قوية برشا لكن زادة ماهيش سهلة، يلزمنا نمنوا برويحنا أكثر، يلزمنا معنا نعطيه الثقة لرويحنا. ماتش لول في تونس يلزمنا نفوز بالمباراة متاعنا باش نسهلوا عليه، نخدموا في أكثر راحية في المقابلات الجايين. اجتمعت الهيئة المديرة للنادي رياضي البنزرتي ليلة أمس للتباحث حول اسم المدرب الجديد للفريق بعد القطيعة بالتراضي مع المدرب سفيان الحيدوسي. وبعد دراسة عديد الملفات، انحصر التنافس بين المدربين ماهر الكنزاري ومراد العقبي لقيادة الفريق في الفترة القادمة. هذا وسيكون الإعلان عن خليفة الحيدوسي في قادم الساعات. يذكر أن نادي البنزرتي يحتل المركز الأول صحبة نادي صفاقسي في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الترفيع في الجوائز المرصودة للأندية والمنتخبات المشاركة في مختلف المسابقات الإفريقية بداية من 2017، وإليكم القيمة المالية الجديدة. افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أمس وسط لشبونة ثاني فندق يحمل علامته التجارية CR7 بتكلفة تقدر بحوالي 15 مليون يورو. يشار إلى أن رونالدو كان قد افتتح في جويليا الماضي في ماديرا مسقط رأسي أول فندق يحمل علامته التجارية، ومن المقرر أن يمتد المشروع إلى مدريد ونيويورك. هذا وخاض رونالدو أمس مع ريال مدريد مباراة لحساب الجولة 7 من الليغا، تعادل فيها الفريق الملكي مع أيبار بهدف من كل جانب، وتحول مباشرة إلى البرتغال لافتتاح الفندق ومن ثم الالتحاق بالمنتخب استعدادا للمواجهتين القادمتين لحساب تصفية مونديال روسيا 2018. وبهذا الخبر نصل مشاهدينا وإياكم إلى نهاية هذا العرض الرياضي. عودة الآن مع الزميل مكي. شكرا لك بشير. لم يبقى إلا أن نذكر مشاهدينا بأبرز عناوين هذه الجولة الإخبارية. بعد المطلوي شال الونتام في إنتاج الفوسفات بإقليم المظلة بسبب تجدد الاحتجاجات. إلغاء الإضراب العام المقرر تنفيذه بولاية تطاوين يوم غد بعد حصول اتفاق بين اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن شركة بشماوي والشركة التونسية للأنشطة البترولية. والحصيلة الأولية للأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة في حدود 10 ملايين دينار، والمشاريع في مجال حماية المدن من الفيضانات ستدخل حيز الاستغلال قريباً. ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتها، دمتم بخير وإلى اللقاء.